حضراتكم. احنا اليوم وياكم من سيدة مبدعة من سيدات بغدادة. بغدادة هاي المدينة اللي هي كانت سابقا قرية، وهي سقادة المبدعة من المسيحيين اللي كانوا ببغداد بسبب الظروف. اجت الى بغداد، ولكن هي اصرت انه قطعها القديمه المحتفظه بها بغداد تجي وياها، ولكن زيدتها. والحلو مكانها مفتتحته، تضيف الناس، تضيف صديقاتها، وحبت طبعا بدعوه كريمه منها اليوم اني، لانه هي من زمان داعيتني واني عندي تقصير وياها لانشغالنا بالمتحف. هسه اني راح اسكت، راح اخليها هي تشرح لكم شو مسويه. استغاده هاي شقه كانت، والحبيت بسدغاده مخليه العلم العراقي، وهذا شيء حلو طبعا. احنا علمنا كنا تراثيين، لازم علمنا نخليه على راسنا، على راسنا طبعا. وهاي الاغراض كان عندي عرضتها، حبيت اعرضها بهاي الشقه. الشقه هي كانت محروقه من قبل داعش، رتبتها وش اسمها وخليت الاغراض وصفطتهم. ويعني أنا ما أعتبره متحف، وإنما مقتنيات اللي خاصة وزيدتها. سيف صور إن هي مسوية الحمام القديم. أنا كلش عجبتني فكرة الحمام القديم، إن أنا إحنا نحكي ويا التراثيين العراقيين، عندنا تراثية عراقية. سيدة مهتمة اسمها سدغادة، حتى المنشفة من حياكة معمل الموصل. هنا المنشفة حياكة معمل الموصل. اي قديمة حياكة معمل الموصل منصلاوية. هذا كان يسمى فشتمال. الزمزمية العسكرية، زمزميات عسكرية أيضا محتفظة بشغلات تخص الجيش العراقي. إحنا النطاق عندي. إحنا أيضا ما يعني نتذكر شلون كانوا أهلنا يحتفظون، وبصراحة هي خالة أشياء للجيش، وإحنا نشكر الجيش والقوات الأمنية على الافتتاح العسكري المهيب يوم أمس لمتحف بغدادة للتراث السرياني. صراحة احنا نشكرهم، وفاجأونا بهذا الحضور، فاجأوا كل أهالي بغدادة. والنعم منهم. اي والله الله يحفظهم. هنا أنا عندها أبواب قديمة، خلي تشرح لكم سدغادة على الأبواب. هاي الأبواب قديمة مال أجدادنا، حبينا نحتفظ بها تبقى للأجيال. سدغادة محتفظة بالجنطة مال الجهاز مال بيبيتها، مال خالتي، مال خالتك. هاي جنط الجهاز القديم. هي جنط الجهاز سابقا كان بقج، وبعدين ظهرت الجنط، فهاي بداية ظهور الجنط. كانت بقج جهاز الصندلية، هي حتى محتفظة بالتحفيات مينوة الأخ زكريا. ميدالية الصندلية. صندلية. هنا زكريا المولى بصراحة عنده وقفات. وأول المتبرعين للمتحف كان زكريا المولى. بصراحة وأول ما أجى للمتحف زاره قال راح أنطيلك هاي الهدية. هاي هنا الأزياء. أزياء قرقوش. هاي كانوا يقيسون من يريدون الشاول، شاول يسموه. يأخذون فراس الحائط يبنون عليه، يصبون البنائين. أنا اليوم خابرني
المختار خطيه راح يهدي لي شو اسمها صندوق قديم. اها حلو. هسه خابرني قال لي تعالي اخذي بيت للظهر. ناشو قصه وقصه فافير. انا احب هاي الكلبتون يسموها هاي مال مي ورد. مال مي ورد احبها يعني انا احسنتي. طبعا للعلم هو هذا المكان مو بيع ولكن هي عندها جزء من البيت مسويته به. ما عندهم راتب ما شفت عندهم ما عندهم يعني مو حتى هاي البطانية المرأة اسمها شفت يعني اكو شغلات اني خلي اني عندي حاجة واحدة بس شكرا كنا